وللحديث أكثر عن صحة العامة للفم والأسنان ومشروع المسح الوطني الأول الشامل لأمراض الفم والأسنان، تنضم إلينا عبر الهاتف من دبي الدكتورة أسماء خليفة الحمودي، أخصائي علاج لثة بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. دكتورة، بداية حابين نتعرف على أهداف مشروع المسح الوطني. شكرا علوم الدار على هذه الاستضافة الكريمة. وفيما يخص أهداف مشروع المسح الوطني، فإننا نطمح في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية من خلال المسح الوطني لصحة الفم والأسنان إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تدعم تطوير السياسات الوطنية، والتي ستتمكن بدورها من التخطيط للخدمات الصحية بشكل استباقي، إضافة إلى تعزيز الدور التوعوي لهذه المسوحات الوطنية، إذ يعتبر واحد من أهم الأهداف ذات الأولوية حقيقة، حيث عمدنا على ترسيخ برنامج توعوي متكامل سيتم تقديمه من خلال الحملة، ويهدف إلى نشر ثقافة وأهمية صحة الفم والأسنان. نعم، كم هي عدد الإجراءات المستهدفة تنفيذها دكتورة؟ بإذن الله رح يهدف مشروع المسح الوطني مع انطلاقته في الشهر الحالي إلى إجراء 4000 فحص لفئتي الأطفال والبالغين في جميع إمارات الدولة، وبيستمر لما يقارب 6 أشهر، ونهدف من خلاله لدراسة نسبة تسوس الأسنان، أمراض اللثة، سوء الإطباق، وسرطان الفم. هل يعني هناك فئات مستهدفة من خلال هذه الحملة الوطنية؟ حقيقة سيشمل الأطفال وأيضا البالغين فوق 18 سنة، فبيكون عندنا فئتين في هذا المشروع المسح الوطني بإذن الله. نعم. بالنسبة للنتائج المتوقعة دكتورة من هذا المشروع، هل هناك نتائج متوقعة وكم ستستمر؟ حقيقة ستمكننا هذه الدراسات المسحية من تحديد المسببات والعوامل المرضية التي تقودنا إلى بناء نظام صحي متكامل يتبنى استراتيجيات وخدمات صحية وقائية فعالة، إضافة إلى أن هذه السياسات ستعمل على توثيق التزاماتنا بالاتفاقيات الدولية الخاصة باستراتيجية منظمة الصحة العالمية لصحة الفم التي أصدرت في عام 2022. حقيقة هذا ما نسعى له في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهذا ما سيتيحه لنا المسح الوطني، إذ أننا في صدد العمل على تمكين قاعدة بيانات تمكننا من إدراج واستحداث خدمات وقائية وعلاجية من وإلى المجتمع الإماراتي الكريم. نعم دكتورة، اليوم يعني الكل يترقب مشروع المسح الوطني، وأيضا من جانب آخر يعني هذه الحملة وهذا المشروع، ما هي أبرز التحديات التي واجهتكم خلال المرحلة الماضية؟ حقيقة كانت مرحلة مسخرة بالدعم الحكومي، كانت مرحلة جدا جميلة، حيث أن كان ممثل من كل منظمة صحية وأكاديمية في الدولة، شكلنا من خلالها فريق اعتمد بروتوكول المسح الوطني لصحة الفم والأسنان. وحقيقة من هذا المنبر أنا أوجه رسالتي إلى أفراد المجتمع، لأن المرحلة المقبلة تعتمد اعتماد كبير على تعاونهم معنا بإجراء هذه الفحوصات، فحقيقة أدعو جميع أفراد المجتمع بالتعاون لإنجاح هذه الحملة، وأحب أنوه أن جميع المعلومات ونتائج الفحوصات سيتم مراعاة خصوصيتها وسريتها بشكل تام. أتمنى لكم التوفيق. الدكتورة أسماء خليفة الحمودي، أخصائي علاج لثة بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، شكرا لانضمامك معنا عبر الهاتف من دبي.